عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اسهاد الفتله لما بيجي عندك هنا في الخيط المركب ايه العده اللي بيعوزها وايه الحاجات اللي بيحتاجها من اول حاجه لحد اخر حاجه والحاجات اللي ما بيحتاجهاش؟ تمام، كل حاجه موجوده. يعني بيستخدم اول حاجه الخيط، بيستخدم مقرب المكمل. بيستخدم اول حاجه الخيط، يعني مثلا بيستخدم الستين والسبعين والثمانين. طب بص انت دلوقتي واحد دلوقتي طالع مركب اكل عيش، تمام، عايز يجيب عده جديد، ممكن نحضر له عده هنا كده مثلا ونشوف العده دي ايه اللي عده اللي هو هيجيبها. تمام ماشي؟ تمام، يلا مع بعضنا كده. اتفضل. داخل 80. داخل 80. ده قد ايه ده؟ كيلو ده كيلو كيلو. الكيلو ده عامل 190 جنيه. يعني كيلو خيط وهو ياخده يلفه. 190. في برضه ايه كريستال، ده نوع كريستال. في انواع منه غالي وانواع رخيصه. انواع. طب اديني بقى كده مثلا الخيط اللي هو بياخدها مثلا على المركب. على المركب. يعني مثلا ده خيط 80 بياخد بعد كده مثلا 120 اهو. خيط ده اسمه سوبر سوفت. اللي هو السوبر ده. السوبر سوفت. ما بياخدوش مكنه يا حاج وجج وحاجات زي كده؟ في موضوع. اللي صادين المراكب عندكم الاكل العيش اللي هتطلع تاكل ايه؟ بتاخد الكلام ده ولا الكلام ده اللي بيجي من مصر؟ لا اللي بيجوا من مصر هم اللي بيستخدموا الكلام ده، يعني بيستخدموا بيستخدموا مثلا مكن زي ده. بياخد مكن ده لكن ما بياخدوش المكن اللي هو ما فيش مكن هنا صديق اكل عيش. لا ما فيش اكل عيش. بسيط قوي، يعني مثلا واحد عايز يطلع يتفسح فسحه صغيره. لكن اكل عيش ما فيش. لا الاستخدام كله ده يستخدم كله بالخيط. يبقى خلينا في الشغل اللي جماعه بتوع اكل العيش. خلاص تمام. ده برده المكن ده عندك للي هو جاي نزهه عايز منه ولا حاجه؟ ايوه تمام. خلينا بقى في اكل العيش. اكل العيش بياخد بعد الخيط. بعد الخيط مثلا الصنار. طب تصور الصنار مع بعضينا. الصنار تمام. اتفضل. بص عندك العشرة من مقاس عشرة، يعني بيستخدم كل مقاس واحد هنا بيستخدم. بص يا عمادة. بص يا عمادة، انا عايزك تشرح لي واحده واحده العده المستخدمه على المركب ايه من الف للياء، والعده اللي هم بيحتاجوها ايه. تمام اتفضل احكي. بص هو ده الهلب الصنار عشرة. صنار 10. بيبدا مثلا من صنار 10. ده المقاس بتاع صنار 10. تمام واحده واحده. ده صنار 10. تمام. بيستخدموه مثلا على خط 70. على خط 70. على خط 70. تمام تمام. وده بعد كده التسعة اهو. ده مقاس التسعة النرويجي. ده النرويجي على خط المستاد خط مثلا 80. 80 80 90 بيمشي الاثنين يعني. تمام تمام. وفي ده مثلا الكوري. ده الصنارة الكوري. صنارة 9. بيستخدم على خيط ايه؟ بيستخدم مثلا برضو على 70 80. تمام. وده 70 80. ده 8. 8. تمام. نفس الكلام برضو. تمام. 80 90 برضو. كل ما تكبر السن مقاسه يصغر. كل ما تكبر السن مقاسه ايه؟ يصغر. يعني ده مقاس 7. مقاس 7 مقاس كبيره. مقاس 7 هم الاثنين دول. ده مقاس 7. 7. تمام. بيبقى كبير شويه. ده بقى. تمام. ده مقاس 6. كله الاحمر. كله الهلب الاحمر. المستاه. ده مقاس كام؟ ده مقاس 6. مقاس 6 اهو. تمام. طب يا حاج معلش، كل سن من ده بيبقى ليه خيط معين بتركبه عليه؟ طبعا. يعني في مجازه كده الخيط ده كام؟ السن ده مقاس كام؟ مقاس 10. مقاس 10 يركب عليه كام؟ يركب عليه 60. ومقاس يركب عليه 70. والمقاس اللي بعده؟ برضه نفس الكلام، يعني المقاسين مثلا بيبقوا قريبين من بعض. واللي بعده؟ يركب عليه 80. اللي هو خيط مقاس كام؟ 9 مثلا. اللي هو 9 صح؟ 9 7 80 90. واللي بعده؟ برضه 90 100. 90 100. انا بقى الخيط مرتبط بيه. مرتبط. طب الصيادين هنا بياخدوا المقاسات دي بس الخيط المستاد ده بيشتغلوا بالسن المستاد. مستاد. كل الانواع موجوده. المستاد والكوري والهندي. لا انا عايز الشغل الصيادين اللي هنا بياخدوه منك ايه؟ بياخدوه ده. ده الاغلبيه. لو رحله جايه هنا وعايزه مثلا سنين وانت بتقول لها اديك سن. بص يا حاج انا الفكره في الحلقه ان في دي ناس، واحد جاي دلوقتي من مصر محتاج سنون محتاج حاجه يبقى عارف ان هنا في محل في شلاتين موفر حاجه دي. انا هسيب برده رقم التليفون يا جماعه عشان خاطر لو حد حب يجي محل اولاد الحاج خليفه ده موجود هنا في الشلاتين. ناقصوا اي حاجه؟ دي مش دعايه يا جماعه، دي برده مساعده لينا احنا كصيادين. لو حد احتاج اي حاجه من المحل هنا ما بيبيعوا خيوط، بيبيعوا رصاص، بيبيعوا الحاجات اللي هي الايه الاوليه دي للمراكب، وعندهم برده هنا في رابلات وفي شجات
واخد بالك؟ بس طبعا التشكيله مش تبقى زي عندنا، ان هم هنا كل تركيزهم على الخيوط وعلى الايه الحاجات دي، بيبقى غير عندنا خالص يعني. هنا ما فيش تشكيله من الكلام ده زي عندنا، لكن هم متميزين، عندهم كميه خيوط ما شاء الله، عندهم سنون. صيادين اكل عيش يعني، دي خدمه بتاعت صيادين اكل ايه؟ اكل عيش. طيب عرفنا كده السنون، الخيوط بقى بتاعتك مقاسات داخل كام؟ داخل 120، ده 90، ده داخل 90، خد 90. ده سوبر سوفت، بيتباع بالكيلو. بالكيلو الكيلو عامل من ده 160 جنيه. 160 جنيه الكيلو طبعا. النظيف المحترم 160 النظيف. في حاجه اعلى منه شويه، كريستال. كريستال ده عامل 190. 190 في حاجه اقل شويه اللي هو العادي. الحاجه مثلا زي ده، زي ده، ده عامل 130 الكيلو. الكيلو ده حوالي كام متر؟ تبع التخانه بتاعته مثلا، السمك كده رفيع كل ما يرمى امطرك يملا او ترك. تمام. وفي لينس برضه. طب لينس برضه. تمام. طب انت كده علبه السنون كده، تمام، دي السنون بتاعته. ده الخيط بتاعه كده. والرصاص بتاعه اللي هو الرصاص اللي موجود ده، كل الانواع ده الرصاص اللي هو الجاهز عندك. الجاهز. وبياخد ده مختلف عن عندنا، خلي بالك خالص ده. بص عامل ازاي، بص تحس ان في مواسير. ايوه ده صغير شويه، مقاس صغير. مقاس صغير شويه. وده والمواسير ديت برضو يا جماعه، انا مش عارف دي تثبت ازاي في الخيط، بس انا مش عارف يعني. لا ما هو بيدقوا عليها على الخيط، بيقرص عليها بالبنس. بيقرص عليها بالبنس. ده شكل الرصاص برضو اللي موجود هنا يا جماعه، تبقوا عارفين شكل الرصاص اهو. برضو في ده بيستخدموا ده، بتسموه قشر. بيتقطع مثلا حتت وتلف على الخيط، ده بنسميه قشر. بتلف، بتقطع حتت صغيره. وبتلف على الخيط. ده بتقطع ده كام دي؟ دي مثلا بالوزن، دي عامله كيلو ونص. كيلو ونص ده عامله 60 جنيه، كيلو ب 40 جنيه. الورقه دي. الكيلو ب 40 جنيه. تمام؟ المواسير. في المواسير، المواسير اهي برضه. المقاسين. ده المقاس الكبير. ده المقاس الكبير، وده المقاس الصغير. تمام؟ الماسوره دي بيقطعها بالسكينه كده، باخد منها شرايح، بيقطعها مثلا بالمقص كده حته صغيره ويشتغل بيها. تمام. ده بالنسبه للرصاص وبالنسبه للخيط وبالنسبه للسن. تمام. لو عايز كشاف، عايز حاجه كشاف، جاونتات. جاونتات. تمام. مدور، المداور بتاعت الخيط. تمام. تمام. المكن برضو. تمام. اللي بجيب معاها اسبوكسات في العربيه. الاسبوكس الفيل طبعا انا صورته موجود عندكم اهو. صح كده. موجود، انزل تحت شويه. تمام 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 تمام. الاسبوكس الفيل. الاسبوكس الفيل. لينس طبعا موجوده برضه. لينس موجوده. اي مقاس يعني، الصغير الكبير. خيط يتصل بيك يلف الخيط. طب ما تقول لي رقمك بقى بالمره يا حاج، معلش وكده لايف عشان حد جاي يشيلنا. قول رقم يا محمد كده. 012 012 2 2 71 71 71 تاني 71 تاني 154 154. ده 012. في 010. تمام. 010 240 867 32. تمام تمام. ده رقمك برضو لو حد حب ايه، لو حد حب اي حاجه يعني. طب هو استفسر عن اي حاجه. صيادين اكل العيش ما بتحتاجش عده غير الخيط والسنون لا بتستخدم برضو بقى الادوات ادوات الاكل الغذائيه. بص يا حاج، الصناديق اللي هي تطلع على مركب، انا عايز اعرف العده اللي بتاعتها هي ايه. هو ده انا بشوفه، ما شفتش حد فيه ماسك مكان يعني. ما فيش مكان، لا بيشتغلوا باللنسه بس. بياخد برضو خيوط، وبياخد السنانير والمعالق والجرايد واللابيرلا بيجر. بيجر بايه يا حاج؟ بيجر بايديهم. بيجر بايديه؟ بيجر بايديه. كل الصيادين بيجر ايه؟ طب والجيج ده بيجيج بايديه؟ بيجيج بايديه. بجد يعني بيجيج بايديه وبيجر بايديه؟ كله ايد. معقول؟ معقول. ده حاجه جميله قوي. ايوه. بس طب ما يتعورش ليه يا حاج؟ لا ما هو بخبرته بقى. بخبرته. ما هوش اي صياد برضه يعمل كده. الصياد اللي هو الصياد القديم العقر كده، اللي يكون فاهم الدنيا ماشيه ازاي، ده هو اللي يجر واعمل شراك واعمل وارمي في الخيط كذا صناره انا اسال سؤال يا حاج، بالنسبه دلوقتي انت مثلا رابيلا زي كده هو هيجر. هيجر على دراك مثلا عايز. هيجر بايديه؟ بايديه. ده دي يجر بايديه. يا حاج ما يعورش ايده؟ لا. ما في كاونت، وفي ناس بتاخد كاونت وناس بتمسك على ايده. ويجج بايديه. ويجج بايديه. كل حاجه.
أيوة. على صراحه شفتهم جروا دول بيجيبوا سمك حلو. لا بيجر بايده بس بيبقى بقول لك بالحرفه بقى، ما يكونش متبت على الخيط. اه ما يكونش متبت على الخيط. اه يكون مثلا حساس، اول ما السمكه تمسك ياخد ود منها. يعني انت دلوقتي كل التولز اللي ممكن تاخد عندك، الادوات، يتاخد الخيط، يتاخد الرصاص، يتاخد السنون، يتاخد المعالق والرابلات. اه والرابلات والجيك وكل حاجه موجوده. والرابلات كل حاجه موجوده. انا شايف عندك تشكيله معالق حلوه برضه، هصورها للناس بصراحه. حلوه اهي عندنا جميع الحاجات. اه شايف والوايرات عينك. اه والواير والسنار اللاتش والبكر الصغير والبكر آه. الكبير اه وجميع انواع السمك. بس معلش حاجه، عده بتاعتكم بسيطه قوي، بقى بسيطة عدتكم بسيطة بصراحة. والله على قد الناس اللي بتيجي، احنا معانا عند يعني انا بشوف واحد يجيب طن سمك، يجيب طن سمك بالعدة دي؟ اه اي بيجي ده احنا بنطلع حاجة، بنحمل عربية بنشيله ضهرنا بتقطم عدة، بياخد سنار 10 اه، بياخد علبة سنار 10 وعلبة سنار 9 اه وعلبة سنار 7 معاه في الفلوكة اه، وما شاء الله تتلاقي جايب الطن وبنص طن وبالتلات اربع طن في الموسم، وبطن ونص في الموسم. طن ونص اه بالفلوكة اه. ايوه مش استنار ال10 اه، بس في الشتاء ده ما بيجيبوش بقى الحلوى. 300 كيلو 200 كيلو اه حلوى في الشتاء ده. لا ما شاء الله في الموسم بيجي. اما شهر 3 اصلا حاجه معروف، يعني شهر 3 بيبقى معروف ان الصيف مش قوي. لا شهر من شهر 12 لاخر 3 ده حلوى واقف حاله، واقف حال بالنسبه لنا. واحد واحد واثنين وثلاثه مع صيادين البحر كله تعبان، ده مش حلو. اه طب يا حاج، طب بالنسبه للسمك، السمك مرتبط كل سمكه بعده ولا مالهاش دعوه؟ الدراك مثلا ليه عدته؟ طبعا. طب ايه عده الدراك؟ الدراك برضو عايز صناره 9 و8، صناره 9 و8 اه، صناره 10 اه، يعني برضو ايه واللي يكون شغال عليه يكون حريف، كل واحد بحرفته. بحرفته اه، اللي في البحر ده بيخترع، بيبقى معاه جميع الانواع وبيخترع. السمكه دي انك مثلا ما جتش بالصناره الصغيره. الطرد بقى انا عارف ان انتوا هنا ما شاء الله الطرد بتستنوه من السنه للسنه، وبتجوزوا عيالكم وبتصدقوا صقتكم والكلام الحلو اللي احنا ايه قلناه بالفيديو بتاع الطرد ده. هتصدق بقى على كلامي وتقول لي العده بتاع الطرد. العده بتاع الطرد يعني مثلا صنار 6 7 و6 6 و7 اه، والخيط 80 90 وفي ناس تاخد 70 اه، اللي هم حريفه شويه بياخدوا ال 70. والطعمايه بتاعته؟ الطعمايه بتاعته بيجيبوا عنبري، بيجيبوا بصيلي، بيجيبوا عيده. العيده والبصيلي آه. والعنبري اه، وفي ناس تجيب شخرم، ناس شخرم اه، تاخد صنار صغير 14 اه وتقلب على الشخرم، تجيب شخرم. انت عارف انا بسالك ليه؟ اه لان انت انا لما نزلت هنا فقلت ايه؟ فقلت مين هنا يا جماعه متمكن؟ قال يطلع على محل اولاد خليفه 6 7 مراكب، 6 7 مراكب ومحل سمك. احنا غلابه يا عم، انا عايز اصور برضه في محل السمك ده. احنا السمك ده احنا غلابه يا عم. لا والله احنا غلابه، مالناش اكل عيش اكتر. محل اولاد خليفه قال لك الناس دي لما جات لك سلمت عليك بصراحه، قابلتني وقابله حتى شرفتني من غير ما تعرف. شرفتني والله انا بجد. يا عم احنا ناس فلاحين. وقالوا عليك ان انت صياد قراري مدقدق. كان طبعا ما انت كان. بس انت دي المراكب بتاعتك، ليك مراكب ولا مالكش؟ ليا الحمد لله. يعني انت بالنسبه لك، طب بتمون المراكب بتمونها عده ايه؟ العده اللي بتمونها المراكب. انا مثلا برضه هي نفس العده دي. خيوط؟ اه وجلب. المشكله مش العده دلوقتي، مش المشكله في التمونه، مش دول دلوقتي، شويه البنزين والزيت هم المشكله. اه لكن العده دي العده دي سهله آه. كل ب 1000 جنيه يملى المركب عده من دي. اه ب 1000 جنيه يملى المركب عده. طب انت شايف ان الصياد عده يا حاج ولا الصياد مهنه؟ لا الصياد مهنه. مش عده. الصياد فن. يعني العده ملهاش اساس. لا الصياد فن. اصل انا بلف على النت يقول لك ايه العده المستخدمه، العده المستخدمه. انا شايف ان انت ممكن بسن 6 تعمل بيه المستحيل في المايه وفي السمكه. ايوه الصياد فن، الصيده فن. فن. ايوه. طب ايه انت شايف ايه التكه اللي ممكن الصياد ياخد باله منها قوي في موضوع العده؟ يجيب عده ايه مثلا معاه يعني تبوظ الرحله لو هو ما مركزش فيها، سن مثلا معين مع سمكه معينه كده. يعني مثلا التوان والنواجل مثلا بقها كبير، تحتاج سن كبير. سن كبير طبعا. تاخد سن كام؟ التوان؟ اه.